اصطياد اكبر سمكه تونه في رشيد، اكبر سمكه تونه عبر التاريخ، وتخطت يمكن الصوره قدام حضراتكم تخطت ال 300 كيلو. احنا معانا على التليفون الاستاذ السيد حميده شيخ صيادين برج رشيد. شيخ سيد اهلا بيك معانا. اهلا افندي، اهلا اهلا واهلا باهل البرنامج كله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا باشا. احكي لنا بقى يعني ايه اكبر سمكه تونه في يعني موضوع غريب بالنسبه لنا شويه. والله هو فعلا بالنسبه كسمكه تونه مع على مستوى بغاز رشيد يمكن اكبر سمكه جت على مستوى رشيد من نوع سمكه التونه دي. وهي جت ما جتش كده يعني بالصدفه، هي جت عباره عن وضع خدعه، لان سمكه التونه ديت لها غزل معين، لها امور معينه. فالدول الثانيه بتشتغل بتعمل لها شغل وغزل غير ده خالص، فهي جت عباره عن في غزل الشنشله الاضاءه، جت عباره عن خدعه بتاكل في السمك الصغير في البخاريه لحد ما اتطبق عليها الغزل من نسبه كالكلفه بتاعه الغزل، فما اتطبقت عليها اتخنقت واتخدعت ان هي وصلت لحد ما كانت بتاكل لحد ما اتطبق عليها الغزل. فهي ما تجيش غير كده، لان هي سمكه كبيره، فلو حست بالغزل قبل كده فاتقطعت وراحت. غزل اسمه غزل ايه؟ غزل الشنشله. هي لها غزل معين بيعملوها الدول اللي في الخارج، وبيعملوا لها غزل كبير، غزل غير ده خالص. بس هي جت في سمكه غزل الشنشله، جت خدعه. كانت بتاكل في السمك الصغير وسمكه البساريه لحد ما قفلوا عليها الغزل في حته ضيقه، كعبلت الغزل، فطبعا هي اللي ادت الى صياده هذا السمك. 300 كيلو دي يعني حجم كبير، يعني طولها قد ايه مثلا؟ هو حوالي 3.5 لحد 4 كده. طب السمك الصغير بالنسبه لها ده يبقى قد ايه؟ هو السمك العمومي، سمك التونه احنا نعرفوه كان بيجي مواسم، هو الموسم بتاعه دوت بيجي حوالي متر وربع اقصى حاجه، كان اقصى حاجه بتيجي لحد 120 130 كيلو، لكن ديت 300 كيلو فعلا اكبر سمكه جت على غاز رشيد من نوع سمكه التونه. وطبعا انا بقول لك اصلا بيجي السمكه دي نظام مواسم في البحر الابيض المتوسط. دي نظام مواسم بتيجي، هو الموسم بتاعها ممكن يجي في الشهر اللي احنا فيه دوت. ايوه. والشهر القاضي بتيجي امشاط لك السمكه دي، الله اعلم وطنيه في متربيه في البركه بقى لها كذا سنه، لان سمكه كبير فعلا. ما هو انا بقى ما ده اللي انا عايز اسالك عليه. السمكه دي موجوده في ميتنا. السمكه دي موجوده في ميتنا وبقى لها سنين فوصلت للحجم ده. وصلت. هي السمك طبيعي، السمك بيجي كميات غير كده، بيجي نوع صغير 50 75 متر. السمك كان بيجي بيصطادوا ال 10 سمكات بال 15 سمكه على مضاضر السنين اللي فاتت، لكن دلوقتي هي السمكه ديت على كبرها ما تبقاش مهاجره، هي مواطنه في البحر بتاعنا، في البحر الابد بتاعنا، مستوطنه هنا دي. طيب الشبك بقى، انت قلت لي الغزل اللي هو تم الصيد بيه بالخدعه، هل طالما عندنا سمك بالحجم ده ومتوقع انه يظهر تاني صح؟ طبعا. طب هنعمل حسابنا بقى في الـ في الـ في الطرق بتاعه الاصطياد، ولا هنفضل برضو للصدف والخدع؟ والله هو معظم حرفه الشنشله او حرفه الجر بيجي فيها السمكه ديت اما تكون متواجده، لكن احنا في على شط مصر او الساحل او البحر الابيض ما فيش حد من الصيادين عمل لها غزل معين. لان طبعا ديت غزلها بيبقى فيها ليه مصاريف وتكلفه عاليه، وبيبقى مواسم مش على طول، يعني ممكن شهر في السنه او شهر ونص، لان هي ما بتجيش غير في جو معين. ومش كل سنه تيجي زي الثانيه حسب الظروف الجو او البيئه اللي جايه، يعني في سنين بيبان الربيع كده ويبان الجو سخن كده يوم تظهر السمكه دي في الفتره دي. انت بقالك كام سنه بتصطاد استاذ سيد؟ والله يعني من طول عمري وانا في حرفه الصياده، عملت في جميع حرف الصيد وجميع بواغيز مصر. لكن اول مره في مصر تشوف سمكه التونه بالحجم ده. بالنسبه لسمكه التونه اول مره تكون بالحجم ده. لكن هو في سمك ثاني حجمه اكبر، بس سمكه التونه اكبر سمكه جت في بغاز رشيد، اكبر سمكه جت في بغاز رشيد بالحجم ده.
حجم. طبيعي السمك بالحجم ده بيتغذى على ايه؟ قلت لي بساريا وحاجات كده بس يعني. هو كل السمك الكبير اللي بيتغذى طبعا، كل السمك معظمه بيتغذى على البساريا اللي هي الفطوره، بنقول عليها الفطوره. اه طب دي بيعتبر غذاء السمك. ايوه انا فاهم، لكن السمكه بالحجم ده بتتغذى يعني، نعرف مثلا ممكن تاكل سمك كبير برضه. وتاكل سمك كبير بس المعظم، بس المعظم العام بتاكل، هي بتبقى متواجده في الحته اللي فيها البساريه دي. اصلا السمكه دي حتى الحته اللي فيها البساريه فيها نوع السمك دي. مش ابدا نكون بره، خارج النوع ده اصلا. الحته المكان اللي فيه البساريه في البحر هتلاقي متواجد فيه السمك ده. طيب طمنا طيب على حاله الصيد بقى عندكم في رشيد، ايه الاخبار؟ والله بالنسبه لحاله الصيد الحمد لله يعني ماشي الحال الموسم، الحمد لله. الموسم الموسم كويس يعني الحمد لله. الحمد لله على كل حال، نحمد ربنا على كل حال يا رب، واحنا احسن من غيرنا الحمد لله. الحمد لله كله بيهتم. كل المسؤولين ايه الانواع، ايه الانواع ايه الانواع كل المسؤولين مهتمين بالموضوع. كل المسؤولين في قطاع الصيد نفسهم توصل الثروه السمكيه الاعلى شيء، وعلى راسهم كده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ان شاء الله، اللي هم تم بالمزارع والبحر الابيض والبحر الاحمر. والحمد لله والله على كل شيء يا رب. احنا في موسم ايه دلوقتي؟ يعني ايه انواع الموجوده دلوقتي والموسم بتاعها موجود؟ هو احنا في موسم السردين دلوقتي والبساريه والوزفه دي متواجده على طول، يعني الوزفه دي الصيد المستمر بالنسبه للشنتول. السردين يعني بالنسبه في حرف الصيد أني بالنسبه كشنشوله السردين متواجد دلوقتي، اللي هو في سردين متواجد، السردين النيلي. بالنسبه للجار هو بيشتغل بقى على الجمبري وعلى الصبيط وعلى انواع سمك ابيض دينيس وحاجه من دي، لان احنا كل حرفه لها صياده. احنا اللي جابت السمكه دي حرفه الشنشوله. لكن في السردين النيلي دلوقتي، هو ده اكله يعني اساسيه ورئيسيه بالنسبه للدلتا يعني وواجب بحري. ايوه طبعا، هو السردين دلوقتي يعتبر ما تيجي تسمي في البحر الابيض عمده السمك السردين. لا هو جميل بالذات، لان السردين في البحر الابيض بيسمن اكثر واكله احسن من اي بحر ثاني، لان بيجي على البر يدوق من مية النيل من نسبة رشيد وفرع دمياط، فبيغذي المية دي يحصل تخليط لها، فالسردين بيقرب للبر يسمن ويبقى في الشريط في حيازة الشاطئ دوت، بيبقى كويس خالص وبيبقى سمين. هو بيسمنش غير من كده، لأن السردين لما بيجي من بره بيبقى عيا، بيبقى ماء زرقاء عيا، لكن ما يجي يقرب من البحر الأبيض عندنا بيسمن. ما شاء الله. انا بشكرك جدا الشيخ سيد حميده، الشيخ صيادين برج رشيد، وبتمنى لكم التوفيق في موسم الصيد السنه دي، ويجعل دايما يا رب كده بحورنا عمرانه ومزارعنا عمرانه بالاسماك.